السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة وأمسية فنية جميلة من ليالي شباب. في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بالضيفين العزيزين لهذه الحلقة، الفنان والملحن علي مجاهد. مرحبا يا أخ علي. كما أيضا أرحب بالأستاذ الفنان المسرحي والكوميدي نبيل السمح. مرحبا يا أخ نبيل، حياكم الله جميعا، نورتونا. كما أيضا نرحب بالعازف الأخ فهد العزي، وأيضا الفنان معتصم الجبالي والفنان عبد الكافي خالد. مرحبا بكم جميعا. إذن مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة ومميزة في هذه الأمسية الجميلة، نبدأها بأغنية افتتاحية للفنان علي مجاهد، يختارها على ذوقه وعلى كيفه وعلى كيفه. بسم الله. بداية أحيي قناة يمن شباب على هذه الاستضافة، وأشكر كل القائمين على هذا البرنامج من مخرج ومصورين ومقدم طاقم البرنامج بشكل عام على هذه الاستضافة الجميلة. أقدم لكم منشودة يعني افتتاحية بعنوان يا صاحبي تفائل، أتمنى أن تلان إعجابك. كلماتي وألحاني. ما شاء الله الأخ علي شاعر وملحن وكمان فنان مشهد. إذن نسمع الأغنية الافتتاحية بصوت الفنان وكلمات الفنان وتلحين الفنان علي مجاهد. أيها الشاكي وما بك داء، أيها الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا، إن شر الجنات في الأرض نفس، إن شر الجنات في الأرض نفس تتوخى قبل الرحيل الرحيلة. أترى الشوك في الورود وتعمى، أترى الشوك في الورود وتعمى، أن ترى فوقه الندى إكليلا، فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزولا، والذي نفسه بغير جمال، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. يا لال يا لال يا لال يا لال. حياكم يا شباب. صاحبي تفائل عاد الفرح موجود، عاد القمر ضاوي عقب الليالي السود. يا صاحبي تفائل عاد الفرح
عاد القرار ضويعك بالله يا نسوح والله يا صاحبي تفائل عاد الفرح موجود عاد القرار ضويعك بالله يا نسوح اوه يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي أبد ما يتركك وحيد وهذا اللي يخلي فرحتك تزيد يقينك في يمينك جنتك رضاك تعيش العمر متفائل فرح سعيد معك ربك أبد ما يتركك وحيد وهذا اللي يخلي فرحتك تزيد يقينك في يمينك جنتك رضاك تعيش العمر متفائل فرح سعيد وما دام الدمع ما يرحم الخدود عمر الحزن ما عود خبر جديد يا صاحبي عاد الفرح موجود عاد القمر ضويعك بالله يا نسوح يا صاحبي تفاعل عاد الفرح موجود عاد القمر ضويعك بالله يا نسوح اوه يا صاحبي يا صاحبي يا يا صاحبي يا صاحبي ربك أبد ما يتركك وحيد وهذا اللي يخلي فرحتك تزيد يقينك في يمينك جنتك رضاك تعيش العمر متفائل فرح سعيد معك ربك أبد ما يتركك وحيد وهذا اللي يخلي فرحتك تزيد يقينك في يمينك جنتك رضاك تعيش العمر متفائل فرح سعيد وما دام الدمع ما يرحم الخدود عمر الحزن ما عود خبر جديد يا صاحبي تفاعل عاد الفرح موجود والعاد يا صاحبي تفاعل عاد الفرح موجود عاد القمر ضويعك بالليالي السود يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي تفاعل يا صاحبي عذبتنا عذبتنا يا يا صاحبي تفائل عاد الامل موجود عاد الامل موجود عاد الامل موجود عاد القمر ضاوي صراحه ذكرني انا لما كنت شاعر كذا من كلماتي والحن عبد بني كنت كذا عملت اغنيه وقفل السوق الحمد لله ايش كانت الاغنيه قد نسيت الحمد لله قد نسيت لانه لو ذكرتها ما يصلحش اذا تسلم يا علي على هذه الافتتاحيه الجميله يا صاحبي تفائل عاد الفرح موجود تسلم يا علي على هذه الافتتاحيه الجميله
إذا نبدأ حديثنا وحلقتنا لهذه الليلة مع الأستاذ نبيل السمح. أستاذ نبيل في البداية يعني حبيبي بشير الله يعطيك العافية يا أخي نبيل، أنا أسعد جدا أنك معنا اليوم. أنا أسعد والله متأكد يعني الابتسامة العريضة هذه الحلوة اللي خلتنا يعني جالسين. حياك الله يا أخ نبيل، نورتنا في هذه الحلقة. بداية نبيل نشين نعرف الأخ نبيل السمح، يعني بطاقة تعريفية أو نبيل السمح في سطور، عرف المشاهد الكرام يقدر ما يعرفه. فازع فازع بلا منازع، فازع بلا منازع. بس الآن الشيء نعرف نبيل السمح يعني من هو من فين؟ نبيل أحمد يحيى غالب تعز، لدي أربعة أولاد الحمد لله، والخامس بالطريق. كم بنات؟ اثنين باثنين. ايوه. تحب البنات اكثر ولا الاولاد؟ كلهم اكيد. ما شاء الله. اعمل فنان ممثل اللي تشتي يا استاذ اللي تشتي. ايوه. استاذ نبيل، انت اكثر اعمالك بدات فيها هي كانت في المسرح. اول عمل لك كتلفزيوني هو مشاركتك في همي همك. همك نعم، في دور فاز اكسبريكس. اكسبريس ولا اكسبريكس؟ اكسبريكس يعني المحامي السريع. اي نعم. اكسبريس مش اكسبريكس. اكسبريس سريع. انا يعني حياك الله يا اخ نبيل. طيب نبيل، ايش مثل لك مشاركتك في اول عمل تلفزيوني في همك؟ هل عمل نبيل نقله يعني انتقل من جانب المسرح وصلت الى الجمهور بشكل اوسع؟ اكيد يعني مثلنا اكثر من 17 سنه خارج يعني مسرحيات ومهرجانات، كانت كلها سيديهات. لكن فازع في همي همك يعني كالنار في الهشيم. وأنا أوجه شكر من هنا من قناة يمن شباب للأستاذ القدير فهد القرني، طبعا هو أخي وحبيبي وزميلي وعمر الفضل لله ثم للأخ فهد. و أنت كنت رفيق الدرب فهد من بداية التمثيل المسرحي والمهرجانات؟ يعني طوبة. أي نعم. ايش كان سبب تاخرك انه ما شاركتش معهم في الاعمال السابقه حق همي همك رغم انه بدات ثلاث اجزاء؟ كنت معي عمل وكنت تعبان شويه يعني. ولا ما كنتش تفكر بالعمل التلفزيوني؟ لا اكيد من ما يدورش التلفزيون. التلفزيون هو شاشه يعني تخرجك للناس. نعم. بس كنت تعبان وعندي ظروف خاصه فتاخرت. اذا ان شاء الله امشي من الان صادق انك يعني تلحق بركب على طول يعني احنا بنلحق القطار ان شاء الله، بنمسك القطار ما بنفكلوش. ما يفوتكش القطار؟ لا. اذا حياك يا نبيل. انا ايضا نرحب بالاستاذ علي مجاهد. اخ علي، انت يعني تعمل كشاعر وملحن اكثر من انك بتنشد والله قضيه الشعر ما اقولش ان انا شاعر، بدات اكتب الشعر لظروف خاصه معينه. في اساتذه متخصصين بالشعر وكل لهم كل التقدير والاحترام، بارعين في هذا المجال يعني. لكن انا كتبت كم قصيده هكذا او كم نص او كتب لها النجاح الحمد لله. التلحين كانت مرافقاري منذ الصغر صراحة يعني. تعشق التلحين يعني؟ عشق التلحين وكنت أجي زمان. وأنا أول لحن لحنت إيش يعني؟ أول لحن على ما أذكر يا صاحبي اللي نزل في ألبوم نونين لأحمد خالد. كان أول لحن لحنها أنا وأكتب قصيدتها أنا. إيش كانت الأغنية اللي ذكرنا فيها مقطع من أحتبيت منها؟ أكيد على طول ليش لا. يا صاحبي خلي الهموم على الله، الخير لك فيما أرادها الله، ما خاب من وكل أمورها الله، وما لزم باب الكريم أدلج، ومن لزم باب الكريم لازم باب الكريم أدلج. بمناسبة تحية الفنان أحمد خالد يعني. نحيي الأخ أحمد خالد. تحية من الفنانين الرائعين يعني. في تميز في جانب الإنشاد في اللغة الإنجليزية ويعني كان وصل إلى الجمهور بشكل أوسع. أحمد خالد في ميزة، وإن كان يعني لا إحنا الأسلوب صدر الحديث عنه، لكن في ميزة في التعامل الفني معه. عقليته صافية. تعامل مع الفنانين والملحنين والشعراء عقلية تجارية، يعرف يوظف اللحن، يوزع توزيع موسيقي محترم في الخارج وكذا على ايدي محترفين. هذا اللي بيرفع من يعني من قدرها الفني يعني. في فنانين بيقتلوا العمل حتى لو كان لحن. في فنانين بتجي تشتغل لهم الحان رائعه وقصائد رائعه ويتعب الشاعر وملحن معه، وفي الاخير
يسجلها تسجيل أي كلام في برنامج سمبل تيود ولا برنامج طلفسة يمشي حاله وآخر حاجة ما يسمعوش 10 أنفار. طيب علي احنا دخلنا في الحديث ما تعرفناش عليك أكثر يعني الأخ علي فين مزوج عازب عازب الحمد لله الله يزوجك آمين يا رب. دعوة ولي دعوة ولي إن شاء الله ربنا يعني أنا طبعا من مواليد يوفقك بنت الخير إن شاء الله إن شاء الله. أنا من مواليد يريم سنة 86 درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في يريم. يريم هذه المدينة الجميلة كانت الأم يعني المنبع الحاضنة المظلومة إداريا والمهضومة من الجهات المعنية والكذا، لكن يعني إن شاء الله يكتب لها ولأهلها التوفيق والنجاح. تأثرت أيضا بالفن، تأثرت بأخوالي أخوالك كلهم يعني منشدين. أمثال من؟ عبد اللطيف الديواني، محمد الديواني شاعر، عبد الجبار الديواني، عبد المغني الديواني، كلهم عيال ديواني أخوالي كانوا كلهم منشدين. كان معهم فرقة الرشيد، اشتغلت أنا معهم فترة أول ما بدأت أنشد في فرقة الرشيد يريم، رأس الأستاذ عبد الفتاح الوتاري رئيس النادي سابقا، وجه لهم كل التحية ولكل الشباب العاملين في نادي الرشيد في يريم. نعم، وإحنا دورنا نحييهم من قناة يمن شباب وكل شباب اليمن في جميع الأندية اليمنية وفي الداخل وفي الخارج مكانه. طيب أخ علي، أنت يعني كان أول لحن هو يا صاحبي اللي لحنت للأخ الفنان أحمد خالد، لكن كأول إنشودة لك أنت يعني غنيتها؟ أول إنشودة لي ربما تأخرت شوية في الظهور، كانت الثورة بمناسبتها يلا مع الشعب والثورة كعمل خاص بي. اشتغلت أعمال باشتراك مع مشاهدين آخرين كمقاطع معينة، بس أول عمل لي اشتغل أنا بصوتي كان يلا مع الشعب والثورة، طبعا توزيع الأستاذ المايسترو فهد العزي الرائع دوما و رائد يا فهد من ألحان التراث. تحرج ايش احرجها قامي لا فهد من الفنانين والعازفين المحترفين في هذا المجال، اتمنى له التوفيق والنجاح اكيد. ولذلك هو عازف ليالي شاب، اكيد ما نجي ليالي شاب كلها نجي معاكم نصيب الاسد. اي نصيب الاسد. طيب ايضا اعود للفنان عود يا عنبر نبيل، انت لا شك لديك اعمال مسرحيه كثيره جدا، لكن العمل المسرحي الذي كان له اثر كبير للاخ نبيل السمح وحس انه هذا العمل وصل الى الناس بشكل كبير، كان له دور كبير في تغيير نحو اي قضيه معينه، ايش هو هذا العمل اللي كان؟ طبعا المسرحيات السياسيه التي كنت أشتغل أنا والأخ فهد هي اللي كانت تشعر أن أنت تقدم شيء، وشاركنا في حياتنا نضال، صيفنا نضال، كان تشعر أنك تقدم رسالة للناس، حتى لو أوذيت، لو حصلت لك بقصتين، إنما أنت إيش تشعر أن أنت تقدم رسالة، تقدم رسالة وعلى صح وعلى حق يعني. نعم، إيش المسرحية اللي كانت مثلاً لها صدى كبير؟ إيش اسم المسرحية يعني؟ يعني ما أتذكرش لأنه في مسرحيات كثيرة يعني، إنما هي كانت حق المدير الفاسد وأنا كنت فيها القرسون عبده المسكين، صحيح عبده يعني. صحيح. يعني بعد نضال مريض أصبح في النهاية إيش؟ صحة من النومه. طيب نبيل، يعني لا شك إنه روم يعني أو عفواً مشاركتكم مع الناس، دخولكم مع الناس، وزرتوا تقريباً معظم المدن والقرى اليمنية ووصلتوا إلى كل الناس، يعني كان أفضل مكان مثلاً وصلت في اليمن، أكثر مكان كان في حشد كبير استقبلكم بشكل كبير، فين؟ مدينة إب. إب إذا جمع بلادي يعني، يعني تجمع الناس كلهم، فكانت الجماهير كلها تجي بإب، ولما تقول لك مهرجان في إب ترتاح يعني جماهيريا، يحشدوا حشد كبير يعني أكثر من أي محافظة ثانية. أكيد. وأكيد يا أخ نبيل، ما دام سمعنا منك هذا الكلام الجميل وأنه كيف أنك ناضلت وعملت من أجل أن تصل إلى يعني تلحق بركب الكبار والفنانين، تلحق القطار عشان ما يفوتك القطار، واحنا عشان ما يفوتنا الوقت يفوتنا القطار حابين نسمع من الاخ علي مجاهد مقطوعه فنيه غنائيه، مقطوعات ما شاء الله. اذا نسمع ايش ممكن نسمعنا؟ هي السنين الفنان الكبير ابو بكر سالم يا سلام، الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله. اذا اغنيه هي السنين للفنان ابو بكر سالم، ربنا يعطيها الصحة والعافية ويشافيه، وبصوت نجمنا لهذه الليلة علي مجاهد. تفضل علي.